النهارده هنعمل الكفته بطريقه حلوه جدا جدا، ان شاء الله تجربوها اللي لسه ما جربهاش وتعجبه جدا. هنعمل النهارده الكفته بالبصل المكرمل. ما تيجوا بينا نقول المقادير ونعرف مع بعض الطريقه. مقاديرنا النهارده هتكون عباره عن كيلو من اللحمه المفرومه، هنفرمها وشين ويفضل تكون حمراء عشان ما تخسش مننا قوي وتبقى كشه وصغيره. هنحتاج كمان كيلو لحمه يبقى كيلو بصل، هعمل نص كيلو لحمه يبقى نص كيلو بصل متقطع شرايح. غير البصل بقى الشرايح عندنا بصله مفرومه، كوبايتين من الدقيق، ميه مغليه، معلقتين كبار من السكر، ده للكيلو لحمه، وملح وفلفل اسود. ويلا بينا، المقادير زي ما انتم شايفين سهله جدا جدا وما فيهاش اي حاجه. هبتدي اجيب طبق كده غويط علشان اعجن فيه الكفته. الكفته زي ما انتم شايفين كده ما فيش فيها غير ملح وفلفل وبصلايه. هحط بس الملح الاول وادي الفلفل والبصلايه المفرومه ناعم واللحم، وزي ما اتفقنا اللحمه تكون مفرومه مرتين، اللحمه تكون حمراء علشان ما تكشش مننا كتير اثناء التسويه. ونعجن بقى الكلام ده كله مع بعض كويس قوي. اعجني الكفتة كويس علشان كل المكونات تمتزج مع بعض، كمان الياف اللحم المفرومة تدخل في بعض وبالتالي ما تخليش الكفتة مشققة ومفككة من بعضها. دي خطوة مهمة جدا. يبقى ملح وفلفل وبصلايه ونعجن كويس. بعد ما نعجن كويس هنبتدي نشكل الكفتة كور متساوية. اجيب طبق بس كده ونشكلها بقى كلها قد بعض علشان كلهم ياخدوا نفس وقت التسوية، وفي الشكل العام يبقوا على السفرة كده، مش واحدة صغيرة واحدة كبيرة. لغايه بقى ما نخلص كل الكميه. الكفته دي نقدر نقدمها جنب ايه؟ جنب مكرونه باي شكل هتبقى حلوه جدا، جنب رز معمر هتبقى حلوه قوي قوي، جنب رز بسمتي مبهر برده هتبقى حاجه لطيفه جدا، يعني زي ما تحبوا. شوية سلطات وهتبقى أكلة لطيفة جدا جدا. كده أنا خلصت، كده خلاص أنا شكلت الكفتة. هبتدي بقى على النار. عايزين إيه؟ عايزين نحط سمنة، زيت، اللي إحنا حابين نستخدمه. نحط شوية كده عشان نبدأ نشوح فيهم الكفتة. ونسيت حاجة مهمة جدا، قبل ما نشوح الكفتة على النار لازم أعفرها بالدقيق. طيب خطوة الدقيق دي مهمة جدا، ليه بقى؟ علشان هتخلي قوام الصوص يبقى حلو تقيل، كمان هتدي لون حلو جدا للكفتة. تعالوا بينا نعفر الكفتة بتاعتنا بالدقيق، يعني ندحرجها كده بسيط. بالشكل ده. وبكده تبقى جاهزة معانا. حطينا على النار شوية زيت صغيرين او معلقة سمنة او زبدة على زيت، ايا كان المادة الدهنية اللي انت بتحبي انك انت تستخدميها. ويلا بينا، الزيت سخن وهحط الكفتة عشان تتحمر. محتاجة ان انا احمرها، مش لازم اسويها. معانا تليفون،
تمام، ونقول من الاول احنا عملنا ايه. في البدايه اللحمه المفرومه زي ما اتفقنا مفرومه مرتين، لحمه تكون حمراء علشان اللحمه الحمراء بتحتفظ بقوامها وزي ما بتشكليها بتلاقيها، انما اللحمه اللي فانت بالدهون عاليه مجرد ان هي تنزل النار فبتلاقيها ابتدت الدهون تسيح وتخس وتكش الكفتايه. تمام، يبقى لحمه حمراء مفرومه مرتين، ضفنا لها بصلايه مفرومه، ضفنا لها ملح وفلفل، عجناها كويس جدا جدا، شكلناها كور، دحرجناها في الدقيق ونزلناها في شويه زيت صغيرين سخنين على النار علشان تبتدي تاخد لون وتتحمر. عايزين ندي لون كويس للكفته. وهجهز معايا البصل زي ما اتفقنا، كيلو اللحمه بياخد كيلو بصل، بصل متقطع زي ما انتم شايفين كده جوانح رفيعه، ومعايا نقول ايه معلقه كبيره من السكر، خلاص بلاش معلقتين عشان لو الناس في ناس بتحس كده بالسكر فبتتضايق، فمعلقه كبيره لكيلو الكفته او معلقه صغيره لنص كيلو الكفته. تمام، البصل هنا هيبقى طعمه واضح قوي، لا مش بيبقى طعمه واضح بس بيبقى مدي طعم حلو جدا ولون حلو قوي قوي للبصل وللكفته. تمام، حمرنا الكفته واخدت اللون التمام، رفعناها من الصينيه ومكان تحمير اللحمه علشان نلم الطعم بقى اللي نزل من اللحمه واللون اللطيف، هنحط البصل. وعلشان اكرمل البصل هحط له معلقه كبيره من السكر، ونبتدي بقى نسيب البصل على النار لغايه ما ياخد اللون اللي نقول ايه البني الفاتح او الذهبي الغامق بدون اي اضافات. تمام، فانا هخلي بقى البصل على النار كده ياخد اللون التمام قبل ما ابتدي اشتغل تاني في الكفته. وتعالوا بينا قبل ما نطلع فاصل نقول احنا عملنا ايه بالظبط. في البدايه عجننا الكفته، وخليط الكفته هنا كان لحمه مفرومه حمراء مفرومه مرتين، حطينا عليها بصلايا مفرومة ناعم، ملح وفلفل عجناهم كويس كورناهم، وفي صينية على النار حطينا شوية زيت صغيرين أو معلقة سمنة أو سمنة أو زبدة وزيت أيا كان المتوفر أو اللي انت بتحبي تستخدميه، هيسخنوا كويس جدا، هننزل كور اللحمة أو كور الكفتة اللي احنا دحرجناها في الدقيق، وبعدين هحمرها. بعد ما تتحمر هنرفعها من الصينيه، ومكان التحمير هحط البصل اللي هو قد اللحمه المفرومه ومعاه معلقه كبيره من السكر، ونسيبه مع النار ومن وقت للتاني نقلب لغايه ما البصل يتكرمل وياخد معانا لون بني كده فاتح. والبصل بيتكرمل على النار كنا حطينا البصل مكان تحمير الكفته ومعاه معلقه من السكر، معلقه كبيره من السكر، هنقعد نقلب في البصل من وقت للتاني لغايه ما ياخد معانا لون ذهبي غامق او بني فاتح كده زي ما انتم شايفين. هسيبه كمان شويه وبعدين نرجع نشوف هنعمل فيه ايه تاني. حلو قوي، فاضل على اللون حاجه بسيطه كده عشان ابتدي انزل الكفته. حلو قوي اللون ده كده، خلاص تحسوا كمان ان البصل لزق في بعضه بفعل السكر اللي احنا حاطينه. تمام، ان هتلاقي السكر طبعا داب وساح وابتدى يلزق لي البصل في بعضه ويدي له اللون الجميل اللي انتم شايفينه ده. كده دلوقتي اقدر احط الكفته. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا بقى ننزل الكفته بكل الطعم اللي موجود في الطبق، كل ده لازم ينزل في الصينيه. تمام، وابتدي احط معاها حوالي كوبايتين من الميه المغليه علشان تبتدي الميه دي مع الغليان تنزل الطعم بتاع البصل وطعم الكفته، وناخد صوص بقى رهيب، وكمان تساعد الكفته ان هي تستوي كده. هايل. طيب احنا كنا حاطين الملح في اللحمه المفرومه واحنا بنعجنها عشان نعمل الكفته، اما الصوص ما فيهوش ملح، فدلوقتي احط شويه ملح على قد بس الصوص، وكمان شوية فلفل. كده الدنيا تمام جدا، يلا بينا بقى نغطي على الكفتة بتاعتنا ونسيبها على نار متوسطة علشان تكمل تسويتها والطعم بقى كله يمتزج بقى مع بعض، طعم البصل مع السكر مع اللحمة كل الكلام الجميل ده، وناخد في الآخر نتيجة روعة جدا. يلا نغطي وعلى نار متوسطة ونسيب الكفتة تستوي. كده هي الكفتة طبعا استوت، بسم الله الرحمن الرحيم، هايل هي كده زي الفل. هطفي النار
تمام ونقدمها. واخدين بالكم انا مش قادره اقول لكم بقى على ريحه الكفته، بجد الريحه رهيبه، الصوص شكله حلو قوي. زي ما قلنا الكفته دي ينفع نقدمها جنب رز معمر هتبقى فظيعه، ينفع نقدمها جنب مكرونه، ينفع جنب رز بسمتي، زي ما قلنا ليكوا بقى مطلق الحريه. ساعات كتير بنبقى عايزين نعمل اكل يعني نواشف ما فيهوش خضار وما فيهوش الكلام ده كله، ونبقى محتارين، وفي الاخر بترسى معانا على مكرونه وبانيه. فالكفته دي من ضمن الافكار اللطيفه جدا اللي يعني هتعجب كل اللي هياكلها ان شاء الله. ولا طعم البصل بقى والصوص فظيع صح؟ اه والله العظيم كان المفروض نعمل رز ابيض ونقدم. على فكره كمان بالعيش بتبقى حلوه جدا، بطاطس محمره بقى وعيش تحفه. وادي الصوص، بصوا بقى الصوص الجميل ده تحفه جدا ما شاء الله بجد. شايفين لمعه الكفته؟ بصراحه رهيبه. شامين يا جماعه ولا ايه؟ الحمد لله الحمد لله شامين ومطمنه عليهم. يلا بينا همسح بس الطبق ونحط له بقى اي حاجه كده نلون الدنيا. بجد مش مشكله، مروه مننا وعلينا، مش هتزعل مني. يلا خلاص بس نظبط الدنيا عشان الطبق بقى يطلع على السفره كده، حاجه تفتح النفس. هو يفتح النفس من غير حاجه بصراحه صح؟ ده انا اللي غلطانه. ايه بس كده، وده طبق الكفته بالبصل المكرمل. طبق بسيط سهل ما اخدش مننا حاجه.